السائل من الأردن عبد الرحمن، استعرضنا بعضا من أسئلته في حلقة ماضية، بقي له مجموعة من الأسئلة نستفسر في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عن الآية الكريمة في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، في سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يخبر الله جل وعلا وهو أصدق القائلين أنه لا بد لكل أحد من ورود النار، المؤمنون وغيرهم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فكل الخلق أخبر الله أنهم يريدون النار، فما هذا الورود؟ الورود والله أعلم هو المرور على الصراط، لأنه ينصب الصراط على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، وهذا في الحديث الصحيح، يمرون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. هذا هو ورود جهنم، ولهذا قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله العافية والنجاة من النار. نعم.